ينضم إلينا المهندس الزراعي موسى البكر من إدلب. يسعد صباحك. صباح الخير. الله يسعد لي صباحك. صباح الورد يا هلا. موسى، الليف زراعة ساحلية أنه بتحتاج مناخ معين، وكنت شوف هيك بالطرقات يمكن بحدائق البيوت بتطلعوا، وأساساً مكتب بيكون في عناية يمكن بتطلع لحالة. بيسهل الروش، شو عوامل نجاحها وكيف بتم العناية فيها؟ هلا بالعموم نبتة الليف هي من الفصيل القرعي، فمعاملتها مثل القرعيات واللي هي بالاساس موجوده بسهل الروج بكثافه، ولكن كزراعه نحن الناس ما بترتكز عليها لانه تعتبر خليني اقول لك زراعه ثانوي. معظم المزارعين بيتركزوا على المنتوجات اللي بينزلوها للاسواق بشكل مباشر، ولكن العوامل الجويه ان كانت من الظروف المناخيه او غيرها هي نفسها اللي تناسب القرعيات في العموم، ان كان القرع ولا البطيخ ولا الجبس ولا غيره. معناها بس تشرح لنا أكثر التربة المناسبة لإلها أو حتى الجو اللي ممكن يكون مناسب إلها. تماماً. هلأ التربة المناسبة لإلها هي التربة الخفيفة، ميالة للتربة الرملي طبعاً لتمدد الجذور بشكل أكبر، لأنه هو امتدادها بيوصل ممكن يوصل للعشرين متر مع الرعاية المناسبة إلها. بالنسبة للمناخ أو للزراعة، هي بتزرع بنهاية آذار بداية نيسان، فبتستمر حوالي 3 شهور لحتى تعطينا الثمار بشكل كثير كبير. ضمنها 3 شهور لازم يكون في عنا نحن بداية الرعاية من ناحية الأسمدة، من ناحية تقديم الأسمدة العضوية، مكافحة الأمراض اللي هي تقريبا يعني كأننا زارعين نحن محصول قرعي بامتياز. طيب حلو هذا الكلام. هلا يعني فينا نقول انه نحن صار عنا محصول، يعني في محصول لنبتة الليف، ولا أنه ما زال بالبدايات، يعني مثل ما ذكرت أنه بينمو بحدائق المنازل وغيره؟ تماماً. هلأ هو كمحصول يعتبر للناس اللي هلأ بعض الأحيان ممكن شخص يقول له أنا زرعت ليف ويعطيك يعني يزرعها، ما يكون بحكي طبعاً ككمية أي هدف. ككمية لا، في محاصيل كبيرة لا، لأنه نحن خلينا نقول محصول الليف أو النبتة الثمرة اللي بتطلع فهي عنا بالمنطقة أو بعموم سوريا هي مختصرة فقط على ليفة الحمام، تستخدم في المنازل أو بحمام السوق. ولكن خليني أحكي بالمغرب العربي وبمصر بالتحديد، فبيزرعوها على مساحات كبيرة لأنه في لها عدة استخدامات، يعني تستخدم بليفة الحمام، تستخدم بليف الجلي، يصنع منها بعض النوع من أنواع الأحبال، الأحبال تستخدم لها عدة استخدامات، بالإضافة لصناعة الكراسي. طبعا بيكون الأنواع مختلفة، يعني احنا الموجود عندنا بالمنطقه هني نوعين، النوع البلدي اللي في البلدي او اللوف بسموه اللوف البلدي او الافرنجي. طبعا اللي هو الافضل هو البلدي، لانه الافرنجي بيكون على الحمام او بيكون بكميات مياه كثيره، فبتوصل نعومته لدرجه عاليه، هذا الامر ما راح يعني ما راح يؤدي المهام اللي هو مفروض يؤديها. للامانه هلا ما بعرف ايهم كانوا بيعرفها، بس انا تفاجات انه هي نفسها هي النبته هي نفسها الليفه اللي نحن بنستخدمها او حتى بنشوفها بالسوق. طيب هي كيف بتنباع؟ بيكون في لها بتنباع يمكن مثل ما هي، او بتستنوا لتخلصوا هي المراحل، مرحله الاصفرار وبعدين التقشير؟ يعني بيكون في لها عملية معينة للبيع، تنظيفها بطريقة معينة، ولا خلص ممكن يتم تقشيرها وبيعها فورا بالسوق؟ لا، هلا بالنسبة لها هي بتمر بعدة مراحل. طبعا ذكرنا انه هي مرحلة النمو لها حوالي 3 شهور للأربعة أشهر حسب، طبعا هي بتحتاج لأشعة الشمس، ولكن قبل ما تنضج بشكل كامل المفروض هون لما بده يكون في فصل بين اللب والقشرة الخارجي، فالمفروض يتم نقعها لمدة 24 ساعة لحتى نحن نضمن انه تطلع الليفه مثل ما هي. في بعض المزارعين او بعض الناس اللي زارعينها فبيتركها لحتى تنشف بشكل كامل، فبهي المرحله ممكن يصيبها تعفنات، فهذا الامر رح يؤدي لقطع اجزاء منها. فالافضل احنا لما بدها تمنع تتصلب القشره الخارجيه بشكل كامل بيتم نقعها لمده يوم واحد بالماء طبعا، بعدها بيتم تشريحها وسحب البذور منها لحتى نعيد زراعتها بالاعوام القادمه. بس في امر انه الليف صح اللي عم نشوفه نحن هو مو بس يعني مطالعها هي بشكلها، لا هي بتاخذ لورش صغيره، هاي الورش بتعمل على قصها باشكال مختلفه وعمل اطار لها مشان بالمصطلح العامي ما تملش او تطلع، فبيضطروا انه يحطوا لها اطار لهي الالياف الموجوده بالاشكال المختلفه. طب دائما لما بنسمع انه شيء بخص موضوع النباتات بيكون لها مثلا عمر معين؟ يعني انت عم تقول انه بتروح لورشه ممكن انها تتلف، يصيبها تعفن اذا ما تم الاعتناء فيها، موضوعها وجودها يمكن بالمي او استخدامات اخرى، يعني قلت لموضوع كراسي او حتى زينه او ما شابه. نعم،
لا هلا هي بالنسبه اللي بتتميز عن الالياف الثانيه، هلا في امرين، الاول انه هي ما بتتلف بسنه او سنتين او ثلاثه، فعمرها طويل. الامر الثاني انه هي على خشونتها، ولكن مجرد ما تصير بالمياه فراح تعطي نعومه كثير كبيره. بالنسبه للليف، طالما حيتم، طبعا احنا قلنا الزراعه بتكونها باذار ونيسان، فلما راح ينتج المحصول راح يكون بالصيف، فراح ينشف ويجف بشكل كامل، فهذا الامر خلاص ما راح يصيب عدو للرطوبه او تعفنات تماما. التعفنات بتكون لما نسبه متصله مع النبات الام، فهذا الامر منطقه الاتصال هاي ممكن تسبب الاعفان نتيجه وجود رطوبه او غيرها، او اذا تاخرنا بالزراعه، يعني اذا تم مثلا زرعنا بايار مثلا راح نتاخر للحصاد او لحتى ينضج المحصول عنا، فممكن نلاقي تعفنات ان كان على النبات او ان كان على الاوراق والنبات ككل. شكرا لك موسى البكر مهندس زراعي، كنت معنا من ادلب. على كل هذه الله يسعدك، نهارك سعيد.